أسباب البركة في البيوت. البركة كلمة نسمعها دوما، ولكن للأسف افتقدناها في بيوتنا. فلا بركة في الوقت ولا الرزق. إليك مفاتيح البركة، المفاتيح الثمانية، وكلها من القرآن والسنة. أولها تلاوة القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالقرآن الكريم جعله الله تعالى بركة من خلال تدبره والسير على تعاليمه في شؤون الحياة. ولهذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن البيت الذي يتلى فيه القرآن: تسكنه الملائكة، تهجره الشياطين، ويتسع بأهله ويكثر خيره. المفتاح الثاني البسملة وذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت ولا عشاء. المفتاح الثالث الصدقة. من أسباب البركة على البيت التصدق، خاصة صدقة السر، فإنها تطفئ غضب الرب. المفتاح الرابع صلة الرحم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيد في الرزق وتطيل العمر. المفتاح الخامس التبكير في طلب الرزق. جاء في الحديث الشريف: بورك لأمتي في بكورها، أي الخروج لطلب الرزق باكرا. المفتاح السادس إقامة الصلاة. إقامة الصلاة لوقتها. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. المفتاح السابع التوكل على الله حق توكله، لما ورد في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. المفتاح الثامن مواصلة الاستغفار. والاستغفار بحد ذاته مصدر للرزق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. متعنا الله وإياكم بالبركة والرضا والتقوى. وقفة وتأمل. قال رجل لابن المبارك: أوصني. قال: اترك فضول النظر توفق للخشوع، واترك فضول الكلام توفق للحكمة، واترك فضول الطعام توفق للعبادة، واترك النظر في عيوب الناس توفق للاطلاع على عيب نفسك. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. ويقول الشاعر: قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه، ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى، لو رآها قد اكتفى. ويقول آخر: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم، أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. اللهم استرنا بسترك الذي لا ينكشف أبدا يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين.